احنا هنفتتح خلال ان شاء الله الشهر الجاي المجمع بتاع الاسمده الازوتيه. احنا بنتكلم واحنا في منتهى الضغط، ضغط العمل عشان يخلص، بنتكلم في 2.5 3. طب بيشغل كم واحد؟ لما يكون انت عندك فجوه 20-30 مليار دولار بين الدولار اللي انت عايزه وبين الدولار المتاح لك عشان توفره بصناعات تجيب لك ال 20-30 مليار دول، انت عايز تعمل شغل مش اقل من 100 مليار دولار ولا انا بقول مش اقل من 100 مليار دولار وعايز لك مده زمنيه مش اقل من 5-7 سنين ولا لا طبعا. طب هل الدوله بس اللي تقدر تعمل ده ولا الدوله والقطاع الخاص؟ طب في تشجيع؟ طبعا. طب ما احنا قلنا الرخصه الذهبيه ليه؟ واحنا مستعدين اكتر يجي اي مستثمرين محليين من مصر او حتى من الخارج واحنا نيسر لهم، والاتصال المباشر مع دوله الرئيس ومعايا انا مش ببعد عن اللي حضرتك بتقوله، بس ده جزء من الواقع اللي احنا عايزين نغيره ونحسنه لافضل من كده.